أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية ونتكلم شوية عن الرياضة والأكل والأكل الصحي والأكل اللي الناس الرياضيين ياكلوه واللي مش رياضيين ممكن ياكلوه علشان جسمهم يبقى أحسن وأقوى. وما دام قلنا على الحاجات دي كلها يبقى أكيد كابتن طلعت النهارده مشرفنا ومنورنا. أهلا حبيبي يا شريف، الأخبار؟ كله جميل. أنت حلو كويس زي الفل. جايب لك أخبارك إيه؟ جايب لك زلابية تحبها؟ أنا عندي مشاكل مع إيه؟ بعشق الزلابية. طب يلا كل. لا كفاية مش عايزة. ليه أنت عامل دايت؟ يعني مش هقول دايت بس يعني بحاول ألم نفسي شوية. طب كل واحدة. طيب والله ما كسفك. ما تكسفني ليه؟ حلوة؟ ايه تحفه. طب خد كمان واحده. ما تديني واحده من الشوكولاته. خد بالشوكولاته. تحب انت الشوكولاته؟ الله يبارك لك. اهي عارف انت الزلابيا دي من الحاجات اللطيفه جدا. في اليونان بيقولوا عليها لوكومادس. مين لوكومادس؟ وده جالك من ايه؟ دي لوكومادس هي. خد بقى واحده بالسكر عشان ما تزعلش. ممكن تتكلم وبقك مفتوح عادي. صعب، احنا هنا مش ماشيين على الاتيكيت. طيب النهارده بقى ايه كابتن طلعت هيقول لنا؟ المره اللي فاتت قعد يتكلم على السعرات الحراريه. لا هاتوا كلوز وهو بياكل كده يا جماعه عشان ازل له. قعد يتكلم على السعرات الحراريه والاكل اللي... وانا ما فهمتش حاجه بصراحه منه، بس مش مشكله، اكيد انتوا فهمتوا. انتوا عارفين انا في حاجات كده ما بفهمهاش، لان انا باكل ولازم اكل عشان ارجع ال 10 كيلو انا خسرتهم. مش زلابيا يعني. انا لما ممنوع المفروض ممنوع اكل سكر خالص، بس انا باكل. ممنوع سكريات؟ اي سكريات ولحمه، بس انا باكل. انا مش قادر. طب قول لنا بقى الجداول. خلينا خلينا كمان نرحب بكابتن حسام وكابتن مغربي ومرسي على الشو اللي انتوا عملتوه في الاول. شاطرين يا اولاد. ايه بقى سينما؟ انت كل ده ما بلعتش؟ مش عارف. ده لو كنت تدوم الطبق ده كان زمان زبلطوه. يلا قول. خلينا نفكر. طيب الناس عايز انا كده كده ينزل لنا على الجدول تاني القديم. انه ازاي بنحسب السعرات الحراريه اليوميه؟ هو الوزن بالكيلو جرام بيتضرب في 24 ساعة في النشاط اليومي، سواء كان متوسط او خفيف او نشاط عادي. ده بتحسب التوتال كالوريز انتيك او السعرات الحراريه على مدار اليوم. طيب خلينا نعرف الناس بقى. طب انا عرفت انا محتاج قد ايه سعرات حراريه. طيب انا اكل ايه بقى؟ يعني انا خدت 2000 سعر حراري، محتاج اخد الاكل ده اوظفه ازاي بقى عشان اقدر اخد ال 2000 سعر حراري؟ انت عندك اتنين، عندك تو اوبشنز او اختيارين. اختيار ان انا ممكن اكلي كله يتجمع في جانك فود، وممكن اكله جانك فود تبقى سعر حراري 1000 في الوجبه. وعندك ممكن تاكل الاكل الصحي اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وجسمك هيستفيد اكتر من جانك فود. طيب قول لي بقى اللي عندك. طيب احنا اول حاجه عندنا، بس عايز اعرف الناس ايه الفرق ما بين الثلاث سعرات حراريه في كل حاجه. يعني السعر الحراري في الدهون 9 جرام. 9 كالوري، سوري كالوري. 9 كالوري. البروتين 4، النشويات 4، فهو اعلى حاجه هي الدهون. دهون طبعا. بالظبط. وده مشكله الجانك فود ان كلها بتبقى مقليات، فبتبقى سعرات حراريه عاليه جدا. فلذلك احنا في اكلنا بتبقى النسب في الاكل 1:2:3، 1 دهون، 2 البروتينات، 3 النشويات. يعني اكبر كميه بتتاكل هي النشويات والبروتين تاني حاجه، واقل حاجه هي الدهون. طب تعال نتكلم ايه هي الدهون الصحيه اللي المفروض ناكلها. يلا هينزل برضو جدول انه الدهون الصحيه عندنا اللوز، الكاجو، الجوز، الفستق، زبده الفول السوداني، الافوكادو، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند. دي كلها حاجات غاليه. مش قوي يعني. قوي جدا. بس خد بالك من حاجه ثانيه. لا جوز ولا لوز ولا فستق محمصين ومش مملحين. بس ده دولت غاليين، مفيش بدايل؟ إيه لا يعني هي مش بدايل، بس هي القصه في انه ده افضل حاجه عشان خاطر ناخد اللي جسمنا محتاجه. طب خش لي على الجدول اللي بعديه. طيب البروتينات الحيوانيه. بروتينات حيوانيه ماشي. معروف اللحمه والفراخ والتونه والبيض والجبنه يعني خفيفة الدسم. ماشي. السمك من أهم البروتينات اللي أنت ممكن تاخدها، لأن هي غنية بالأوميجا 3. يعني الجدول ده في حاجات غالية وحاجات رخيصة فمقبول. بالظبط. بالنسبة لي السكر. طب تعالى بقى نخش على الرخيص. أنا مش ما عنديش إمكانيات إن أنا أكل الرخيص عنده ده إيه؟ البروتين النباتي. ماشي. إحنا اتكلمنا، قلت لك قبل كده، قلت لي حطوا لنا كده الجدول بتاع البروتين. البروتين النباتي. عندك البروكلي. بروكلي أوكي. اللفت. السبانخ. البقدونس. أيوة. المشروم. أيوة. مشروم من اهم الحاجات اللي بيبقى فيها بروتينات برضو. قرنبيط. وفي الخضروات الفلفل الاخضر والخيار والطماطم. دول من الحاجات الغنيه بالبروتينات. تمام.
ده معقول. ما يعني ده ما هتلاقي كده وكده يعني. النشويات عندنا شيل على النشويات بقى. طيب عندنا النشويات هنقسمها لحتتين، حته نشويات مركبه اللي هي زي البطاطس، زي البطاطس والبطاطا وزي الرز، هقولهم لك كلهم كده مركبه. الكينوا والعدس والمكرونه بني، دي صحيه اكتر من المكرونه العاديه. البطاطا من احسن النشويات اللي ممكن تاكلها لان هي سريعه الحرق وفي نفس الوقت ما بتخزنش في الجسم قوي. الخبز الاسمر، العيش الاسمر بتاعنا، العيش البلدي ده افضل حاجه ممكن تاكلها. الرز البني، شوفان ده اكيد ده من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها في الدايت. والبطاطس مش المحمره، مسلوقه. ونيجي بقى للجزء الثاني اللي هو النشويات البسيطه زي الفواكه والخضروات. ايه بقى في جدول ليها برده؟ لا الفواكه عموما والخضروات بس يعني نايين بالظبط، ويفضل ان هي ما تبقاش يعني متقطعه، لان يعني كل الفايده بالظبط الفايده بتقل قطعه كبيره ومتقطعه بالايد مش بالسكينه، عشان لو نقطع الحاجات بالسكينه الخضار والفاكهه كل العصاره اللي جوه او الميه اللي جوه بتنزل، واحنا محتاجين لا انت تيجي تشتغل معانا بقى يا عم. انا ممكن اقول لك ايه تاني؟ طيب عندك الفواكه، في حاجات تبقى ممنوعه وحاجات مسموحه. الافضل في الـ في الـ في الـ في الفواكه عندك الكيوي من الحاجات المهمة جدا بس غالي. يبقى البطيخ. نخش على التفاح. البطيخ بص في مشكلة عندنا انه اغلبية الناس بتقول انه كل فاكهة زي ما انت ما عايز. لا في نقطة مهمة، الفاكهة فيها سكريات. فكل لما هتاكل كل لما هيبقى برضه في سعرات حرارية داخلة. كل حاجة لما تتاخد بنسبة معقولة إيه؟ انت عايز تقول ايه بقى؟ الكيوي والاناناس وايه كمان؟ والدراجون فروت. لا 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 الكمثرى حلو، الكمثرى حلو، الكمثرى معديه بس الكيوي الناس مش هتقدر تجيبها. طيب خلينا الحاجات بس اللي هي بيبقى فيها املاح زياده زي المانجا، الافراط برضو في اكل البرتقال، الحاجات دي فيها موالح زياده فبتعمل ووتر ريتنشن يعني بتخزن المايه في الجسم. صح. الخضروات بشكل عام دي بتعتبر بقى يعني احنا على مدار اليوم ممكن ناكل النشويات المركبه دي، الافضل ان هي بتتاخد في الوجبه دي الصبح، قبل الصبح دي جسمك بيبقى محتاج اكبر كميه نشويات لان ده البنزين بتاع العربيه. بصحى الصبح اخد ناكل كميه فطار محترمه من النشويات، رغيف بلدي مع فول بالزبط. مع بيضه مع شويه جبنه قريش مع شويه ايه جرجير. لا هو هو الناس بتفطر ايه غير كده ان شاء الله؟ ولا انت بتفطر كورن فليكس؟ لا انا لا ممكن افطر شوفان. لا الشوفان ده افطر بيه ازاي يعني؟ والله شوفان من على كوبايه لبن سكيمد ميلك على لا 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 على معلقه عسل. لا 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 لو عندك شويه مكسرات. لا 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 اكيد مش هفطر كده الصبح يعني انا الصبح مع بيضتين. لا 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 احنا الصبح خلينا في الدايت بتاعي انا هو صح، عيش بلدي ايوه، فول ماشي خلاص، جبنه قريش، فول 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 ما فول مش بالطحينه. لا مش بالطحينه، فول معمول ما انت مش بتعمله او بزيت ذره او زيت ذره ماشي او بزبنه بلدي بلدي زبده سمنه بلدي زبده زبده بلدي لا زبده مش المعلبه بالظبط كده مش حاجات مهدرجه. ايوه مش مهدرجه سمنه انا سمنه بلدي. الله يبارك. رش عليه شويه ليمون جنب بتنجانه مخلله انا جعت. لكن ده هيقعد بقى يقول لي ناكل كينوا وشوفان ومش عارف ايه، هو الصبح ناكل جنبيهم بصله بصله صح؟ طب انا اقول لك على حاجه بس ثاني. احنا مهمتنا في ايه؟ انا انت عايز تحافظ على جسمك زي ما هو، عايز تخس، المفروض ان انت بتقلل من السعرات الحراريه. هو انا قلته ده في سعرات حراريه؟ لا بس هي طريقه الحاجه هي اللي تفرق. مش هناكل كميه كبيره وطريقه الحاجه تفرق. ايه طريقه الحاجه يعني؟ يعني ممكن حد يقول ان الفول ممكن يحط عليه يعني كميه من الطحينه مع الطحينه وحشه؟ دهون. الطحينه دهون؟ دي سمسم مطحون. ما تهزرش. والله لا والله ما ماشي طيب. فهي طريقه الحاجه معموله هي دي اللي تفرق يعني. البطاطس تبقى متحمره هتقول اقول للناس لا متحمره لا طبعا بس ده اللي انا ولا بتنجم محمر الصبح برضه ده في العشاء. طيب احنا لازم نلعب التمارين. طيب يلا بينا هنعمل زي ما قلت لك. لو اي حد عنده طفلين عايزين يمارسوا الرياضه مع بعض يا هم هيبقوا طفلين دلوقتي او ام وبنتها. مثلا اب وام تنفع برضه.
مش الكابتن اللي قال، هو اللي جاب، هو اللي قال انا حطيت لكم مزيكا، انا حطيت لكم ايه، كوكواوا بقى ولا ايه في الموضوع ده؟ ماما زمانها جايه، انا ممكن اعملها، هتتفتحوا في الجيم اللي انتوا بتروحوه، ما عنديش اي مشكله، حط لهم مزيكا، مش ماما زمانها جايه. يلا اتفضلوا يا كابتن، يلا. برافو 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 برافو. طيب عملوا تمارين فيها حاجات صعبه، حاجات بص يعني في حاجات صعبه، لو مش يعني متفقين مع بعض، ما خلينا نتكلم بان احنا بنتكلم دلوقتي يعني الناس الطبيعيه اللي ممكن تقدر تعمل تمارين ما عندهاش اي اصابات ممكن تقدر تعمل التمارين دي. جزء منها كمان في منها سهل ومنها صعب، يعني في تمارين تنفع تتعمل. جزء اللي هو اتعمل السكوات اللي هم ماسكين ايديهم في ايدين بعض ده ممكن نحط كرسي ونقعد عليه ونقوم عادي جدا. القصه في ان احنا ممكن نعمل التمارين دي في البيت، تتعمل برضو على هيئه سيركل او تعمل على هيئه دوره ونقعد نلف بالظبط 15 عده كل تمرين ونرجع نعيدهم تاني. اوكي. الموضوع بكل بساطه هو تدرج، يعني هنبتدي بالحاجات البيزكس او الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها وبعد كده بنبتدي نطور منها. ميرسي يا طلعت حبيبي، شكرا، شرفتنا ونورتنا، وبشكر كابتن حسام وكابتن مغربي، ميرسي ليكم يا شباب، نورتونا وشرفتونا. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع الشريف، ونكون معاكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا، وارجوكم خلوا بالكم على صحتكم. شكرا لكم، باي باي.